احلى ناس. وصلت تو الجور امير المنطقه اللي مدفون فيها تيمور لينك. علاش سموه تيمور لينك؟ تيمور جاي من الحديد، لان بصراحه حكمهم بالحديد والنار، وتم يتوسع في اسيا الوسطى ليوصل للهند، هز اقرا جيلهي تعدى وصل للعراق، الاناضول، اسطنبول تو، وصل حتى لدمشق. يعني في عهده هو الامبراطوريه التيموريه عرفت الزهار. ولينك علاش تيمور لينك؟ لينك يعني الاعرج، هو نبته ممكن كان يرده سموه لينك. في الاصل تيمور لينك بني المكان هذا باش يدفن فيه حفيده اللي توفى، كان يبغيه ياسر، لكن توفى تيمور لينك والبلاصه هذه ما زالت ما كملتش وقتها، فدفنوه معاه. دونك دفنوهم الزوز مع بعضهم في البلاصه هذه، سموها غور امير. كما تشوف المعمار نتاعها يشبه التاج محل في اقرا في الهند، لكن البلاصه هذه مبنيه قبل تاج محل، يعني الارشيتكت اللي عمل تاج محل اكيد متاثر بالمعمار التيموري، لان تاج محل مبنيه في 1600 والبلاصه هذه سنه 1403. يلا نعمل بكم دورة من داخل. هي مقبرة في الأصل، لكن بعد ذلك زادوها مدرسة وزادوها أماكن للتعليم الفقه والدين. هذا مجسم المبنى، هذه كما قلت لكم خريطة الإمبراطورية التيمورية. شوف يعني من الهند حتى الجنوب الأناضول، دمشق فتحها وبعد ذلك رجعوا ليه، الموصل كانت عنده، بغداد كيف كيف. شوف آسيا الوسطى كلها كانت تحت حكم أمير تيمور. ندخل طول البلاصة اللي فيها ضريح تيمور لينك. ولسوء حظ تيمور لينك في الحرب العالمية الثانية، أعتقد واحد من روسيا جاي هنا وقتها الاتحاد السوفيتي حكم سمرقند، فنحوه من القبرة وهزوا الراس متاعيه جمجمة، يعني باش يعملوا رسمة توضيحية وتقريبية الأمير تيمور لينك. وباش نعرفوا تيمور لينك أنا القبر متاعه، لأنهم موجودين برشا هني كاتب أمير تيمور، مولود 1300 وتوفى 1405، رقم واحد يعني الثاني في الوسط. اللي هو هذا، اللي هو هذا بالأسود، هذا تيمور لينك. رقم ثلاثة هو الحفيد بتاعه محمد هاوي، يعني هو بني البنية هذه كل الحفيد متاعيه باش يدفن فيه. ما كملتش البنية توفى هو زادة ودفنوه مزوزة مع بعض. هذا الناس هذا متوفين عندهم أكثر من 700 عام الله يرحمه. كنا ماشيين غادي، والأصل كانوا أربعة صومعات، أما مش عارف هذا ما عادش موجودين، الظاهر أنهم طاحوا من الزمن ولا تكسروا ولا من الحروب ولا لا أعلم. وأني خارج تنثبت فيه بلكش ما زالت بلاصتهم. في المجسم ثم زوز غادي نعم، نورمالمون كانت هنا ثم صومعة تكسرت، يعني ما زالوا الزوز الآخرين هيك وهيك ما زالوا حاضرين، والأولين طاح تهدموا خاطر بلاصتهم أكيد كانت هنا، كانت هنا في التركينة هذي. الساحة اللي كنا فيها اليوم صباح ساحة تجستان اللي وريتها لكم فيها المدارس الثلاثة، في الليل هو فيها سبكتاكل كل مرة يحطوا فيها حاجة. الربوخ هادوك تو مع الراحة. أنا شخصيا الساحة هذه عجبتني في الليل أكثر من النهار، ممكن الإضاءة في الليل تزيدها رونقة، لكن صراحة جمالها يبان أكثر في الليل. فرجوا
وانا نحوس سمرقند عرضتني المراه هذه تتكلم مش عارف ليه شاعر ولا شبه سمرقند شنو داير سيرجيغا ارزي ديغان يور بتيانا يانغ شير اوقت بين وقت زمان سمرقند هكذا سين سيردم سمرقند ترى ايش تحكي ولا تشعر الله اعلم لا مش عارف فهمت ايش سمرقند سمرقند أركس سمرقند أحلى ناس من سمرقند أوزبكستان.